خذوا اخواني، انت لو تشوفي منظر البنات اقسم بالله العظيم انا كل اللي بقوله ربنا يسامحني ان هو كان عاوز يطلعها من زمان. دي مش انسانه صالحه. طب قولي اللي انت عايزاه، افتح لك قولي اللي انت عايزاه، قولي اللي انت عايزاه. انا حماتك اتفاجئت ان اول ما طلعت وصلت لباب الشقه ان باب الشقه مفتوح وان هي لابسه الاسدال بتاعها ولابسه الطرحه وقاعده على الكنبه اللي في الصاله والضابط بيسالها عملتي فيهم كده ليه؟ خنقتيهم بايه؟ قالت له بأشرب.